أهلا وسهلا بحضراتكم في يوم جديد من فقرة الصحافة في برنامجكم الحياة في مصر. النهاردة الرئيس عبد الفتاح السيسي افتتح أكبر 3 محطات لتوليد الكهرباء في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، ودي محطات بني سويف والبرولوس والعاصمة الإدارية، وده عبر خاصية الفيديو كونفرنس. الافتتاحات دي كانت حديث السوشيال ميديا وكل مواقع التواصل الاجتماعي، وكمان المواقع الإلكترونية المصرية والعربية والعالمية. كان العنوان المسيطر على الحدث في الصحافة إن مصر بتتغلب على أزمة الكهرباء ولكن بمشاريع قومية ومحطات متطورة. الافتتاحات زي ما قلنا لحضراته أكبر 3 محطات لتوليد الكهرباء في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، وهي بتضيف كمان 50% طاقة كهربائية إضافية لشبكة الكهرباء الحالية اللي موجودة في مصر. المحطات نفذتها شركة سيمنز الألمانية اللي شكرها الرئيس عبد الفتاح السيسي كتير في تصريحاته علشان ما استغلتش ظروفنا اللي احنا بنمر بيها، زي ما قال الرئيس عبد الفتاح السيسي اللي اعتبر ان رئيس شركة سيمنز من اهم وافضل المفاوضين اللي قابلهم في حياته. دي كانت لقطات ركزت عليها كل الجرايد في موضوع الافتتاحات الكهربائية الجديدة اللي استحوذت على كل تغطيات الصحف بكرة الأربع 25/7/2018، وإحنا طبعاً من خلال قراءتنا لأهم وأبرز ما يجيء في منشتات بكرة شوف مع حضراتكم الجرايد بكرة غطت الحدث ده إزاي. هنبدأها مع حضراتكم بجريدة اليوم السابع. جريدة اليوم السابع الرئيس قال في عدد بكرة: اصبروا وحطروا العجب العجاب في مصر. دي أهم رسالة كانت موجهة من الرئيس السيسي للمصريين، وهو بيفتتح زي ما قلت لحضراتكم أكبر 3 محطات كهربائية عملاقة في مصر. وطالب الرئيس في كلمته اللي وجهها للمصريين إن هم يصبروا ويتحملوا، لأن محدش يقدر أبدا يحبطهم ولا يحبطنا. وقال كمان إنه ما بيعرفش يعمل حاجة نص نص، ولازم ناخد الأمور بجدية ومسؤولية وإصرار وتحمل. ونقلت عنه كمان اليوم السابع كلام كتير مهم جدا برزته في منشطة بكرة. الكلام ده إن الدولة بتعمل من 4 سنين بخطة غير مسبوقة، وده اللي اتحقق بالفعل في عالم الكهرباء والطاقة كان خيال، ومشروعاتنا اللي بننفذها هتكفي مصر إن شاء الله 15 سنة جاية. ننتقل بقى لجريدة أخرى وأيضا بالنسبة لهذا الحدث. السيسي للمصريين: اصبروا وسترون العجب العجاب، وما حققناه من إنجازات في مجال الطاقة والكهرباء خيال. الرئيس: لن نكتفي بمسكنات ولا نعرف أنصاف الحلول. ورئيس شركة سيمنز: أنت المفاوض الأفضل اللي قابلته على الإطلاق. وفي تفاصيل المنشط اعتبر الرئيس خلال افتتاح محطات كهرباء عملاقة إن مصر بتشهد قفزة في كل شيء، ومطالب المصريين بيطالب المصريين بالفخر، وقال لهم يجب أن تفخروا بأنفسكم وتكونوا سعداء بما أنجزتموه، لأن أنتوا اللي عملتوا كل هذه المشروعات. نقلت الجريدة كمان تصريحات الرئيس اللي وجهها للمصريين، وقال فيها أنه بيقف قدام 100 مليون إنسان عايزين يتعلموا ويبقى عندهم أمل وتعليم، وده ما بيتحققش بالأكل والشرب زي ما قال الرئيس النهاردة. وقال كمان: قسما بالله لو كان الموضوع وجبة واحدة في اليوم لبناء أمة، أقسم بالله لعد بقية عمري أكل وجبة واحدة بس. أما بقى عن جريدة المصري اليوم، جريدة المصري اليوم غطت الحدث كالآتي: الرئيس بيفتتح محطات الكهرباء ولا أحد يستطيع أحبطنا. تفاصيل المنشطة اهتمت الجريدة بتكريم الرئيس السيسي للرئيس التنفيذي لشركة سيمنز الألمانية، واللي شكروا شكر خاص جدا على اللي قدمه لمصر في انجازات المشروعات الخاصه بمحطات الكهرباء على مستوى الجمهوريه في توقيتات قياسيه. ونقلت الجريده ايضا شكر الرئيس لوزير الكهرباء الدكتور محمد شاكر على تفانيه في العمل بالوزاره لاتمام المشروعات القوميه في قطاع الكهرباء، وتاكيد الرئيس على ان اصراره على بقاء الدكتور محمد شاكر في منصبه بالوزاره امر لا بد منه وثبت صدقه وحقيقته بالفعل. ننتقل بقى لجريدة الدستور. جريدة الدستور اهتمت الجريدة في منشتها بإبراز تصريحات الرئيس السيسي خلال افتتاح عدد من محطات الكهرباء بالمحافظات المختلفة، ونقلت عن الرئيس تأكيدات قال فيها إن محطة الضبعة النووية اللي حيتم إنشائها هتضع مصر بين الدول المتقدمة، وتكلفة تنفيذ المحطة النووية دي هتصل إلى حوالي 1 تريليون جنيه، يعني بما يعادل 100 مليار دولار.
ننتقل لجريدة أخرى الوفد. السيسي للمصريين: اصبروا وسترون العجب العجاب، ولا أعرف أنصاف الحلول، ونسعى للإصلاح الاقتصادي بنسبة 100%. الإنجازات في قطاع الكهرباء خيال، ومصر سوف تشهد قفزة كبيرة. دي أهم التصريحات اللي أبرزتها جريدة الوفد في عددها بكرة. ونقلت عن الرئيس كمان رسالة وجهها للمفكرين والمثقفين وأيضا الإعلاميين، قال ليهم: لما نتصدى الموضوع يجب أن نكون على علم ومعرفة وفهم ودراية به. أما عن جريدة شروق السيسي للمواطنين: مفيش إصلاح نص نص، واصبروا وسترون العجب العجاب. الرئيس بيفتتح مشروعات كهرباء كبرى وبيؤكد ما نقوم به يكفي لعشرة وخمستاشر سنة جايين. أما وزير الكهرباء: بنعمل على مشروعات بتكلفة 515 مليار جنيه، ورصدنا 22 مليار لتحسين الشبكات.